مرحبا، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض كرات زبدة الفول السوداني. عنا هون ثلاث مكونات مثل ما أنتم شايفين، في عندي هون بسكوت مطحون، في عندي حليب محلى، وعندي أكيد زبدة الفول السوداني. هلا رح أضيفهم كلهم مع بعض ورح نعملهم كرات مثل ما رح أورجيكم هلا. هون بعد ما ضفت كل المكونات مع بعض كونت عندي عجينة. هلا رح اعملها على شكل كرات واحطهم بالثلاجة لمدة ساعة، بعدين رح اورجيكم كيف رح يكون شكلهم. بعد ما شكلتهم صار بهذا الشكل، زينتهم بشوي زبدة فول سوداني من فوق وحط عليهم كمان حبة فول سوداني. شكلهم كتير حلو وطعمهم كتير زاكي. وصفة لازم تجربوها، واكيد ما تنسوا تبعتونا تطبيقاتكم على الصفحة. شكرا للمتابعة.